أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي يعرفكم عن الجذور المربعة. كمقدمة، تعرفت في السنة الماضية على الأعداد الجذرية التي تكتب على شكل كسرة. هذه السنة ستتعرف على الأعداد الحقيقية والتي تضم الأعداد الجذرية وعددا لا يمكن كتابته على شكل كسر كالعدد الذي مربعه 2. إذن فالأعداد الحقيقية تضم الأعداد الجذرية والأعداد اللا جذرية. كتعريف، ليكن أعدادا جذريا موجبا العدد الذي مربعه أ يسمى الجذر المربع للعدد أ، ونرمز له بجذر مربع أ، ولدينا جذر مربع أ أس 2 يساوي جذر مربع أ على كل أس 2 يساوي أ. كمثال، جذر 16 يساوي جذر 4 أس 2 يساوي 4، وجذر 7 في جذر 7 يساوي جذر 7 على كل أس 2 يساوي 7. نتطرق الآن إلى حل المعادلة إكس أس 2 يساوي أ. نعتبر أو يكون أعدادا حقيقية، هناك ثلاث حالات. إذا كان أ أكبر من صفر فالمعادلة تقبل حلين هما جذر أ وناقص جذر أ. حالة أ يساوي صفر المعادلة تقبل حلا مزدوجا وصفر، وفي حالة أ أصغر من صفر فالمعادلة ليس لها أي حل حقيقي. كمثال، المعادلة إكس أس 2 يساوي 25، لا حلان هما 5 وناقص 5. نرى الآن الخاصيات التي تميز الجذور المربعة، وهناك ثلاث خاصيات. بداية، نفترض أن عددين أ و ب أكبر قطعا من صفر. الخاصية الأولى، جذر مربع العدد أو جذر أ في ب يساوي جذر أ في جذر ب. والخاصية الثانية هي أن جذر مربع الخارج أ على ب يساوي جذر مربع أ على جذر مربع ب. وكخاصية أخيرة وثالثة، واحد على جذر مربع أ يساوي جذر مربع أ على أ، يمكن الحصول على ذلك بضرب البسط والمقام في جذر مربع أ. مثال عندنا الخاصية الأولى، فجذر 20 مثلا، أدعوكم مثلا تفكروا كيف سنبسطها. إذن فهو يساوي جذر مربع 4 في جذر مربع 5، جذر مربع 4 و 2، إذن 2 كنتيجة جذر 5، 2 جذر مربع 5. كمثال الخاصية الثانية، نحسب جذر مربع الخارج 7 على 1.8. فكروا جيدا، إذن هو يساوي جذر مربع 7 على جذر مربع 1.8، إذن يساوي جذر مربع 7 على 9. نأخذ مثال أخير عن الخاصية الثالثة، 1 على جذر مربع 6 كم يساوي؟ إذن لإزالة الجذر يمكن وضع جذر 6 على 6. شكرا لانتباهكم وفي أمان الله.